ولذلك جاء الجواب من الله تبارك وتعالى: الآن، الآن تتوب؟ انتهى الوقت، كان عندك متسع من الوقت، ولا تحين مناص ولا تحين مندم، فات الوقت. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. من الذي قال له الآن؟ هناك ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن الذي قال له الآن هو الله جل وعلا، يرد توبته عليه: الآن تتوب وقد عصيت قبل، فيكون الله هو الذي قال له الآن. القول الثاني أنه جبريل أو الملائكة قالت له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذا القول الثاني عن الملائكة. القول الثالث: فرعون يلوم نفسه، هو فرعون يقول لنفسه، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ثم خاطب نفسه بنفسه يقول الآن، كان يقول لنفسه تأخرت كثيرا، الآن وقد عصيت قبل، يضع وقد عصيت، يعني نفسه تكلمه تلومه أو يلوم نفسه، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن إما أن يكون القائل الآن هو الله مستنكرا عليه وقت التوبة، أو الملائكة، أو فرعون نفسه يلوم نفسه على هذا التأخر وعدم الإيمان بالله في الوقت الذي كان يمكنه أن يتوب.